فكرة ومعلومة. قال ماجد لصديقه هاني: كيف سنتصرف؟ فأمامنا 5 أيام فقط لنجد بلدا يحتل الصدارة في إنتاج موارد مورد طبيعي مهم لتقديمه في الإذاعة المدرسية. رد هاني: تذكر يا ماجد أنه يجب أن يكون مصدر المعلومات موثوقا به. فقال له ماجد: وكذلك يجب أن نعرضه بشكل شيق ومبتكر، فماذا سنفعل؟ اقترح هاني اللجوء إلى شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وبالفعل بدأنا في البحث. وكان هناك العديد وكان هناك العديد من المعلومات المتاحة، ولكننا تحيرنا في أسلوب تقديم مبتكر. ظللت أفكر وأنا في طريق العودة إلى البيت، وعندما وصلت وجدت في ضيافة أبي صديقا مقربا لم يره منذ زمن بعيد لأنه يسافر كثيرا. فناداني أبي لأتناول كوبا من الكاكاو معهما، وحينما تذوقته تعجبت من طعمه المختلف. فقال أبي: هذا الكاكاو هدية من عمك سالم، أحضره لنا من ساحل العاج، وهي أكثر الدول إنتاجا للكاكاو. ظل عمي سالم يحدثنا عن أنواع الكاكاو الموجودة هناك واستخداماته المختلفة. اتصلت بهاني وعرضت عليه أن نبحث في شبكة الإنترنت عن معلومات أكثر، ثم نسجل حديثا مع عمي سالم عن أهمية إنتاج الكاكاو في ساحل العاج. استأذنت عمي سالم في الأمر فرحب به وقال إنه سيذكر لنا أيضا مصادر هذه المعلومات. كانت الإذاعة المدرسية في هذا الأسبوع ممتعة ومفيدة، فكل يوم نتعلم عن الدولة الأكثر إنتاجا لمورد طبيعي. وعلى سبيل المثال، الهند هي الدولة الأكثر إنتاجا للتوابل، والبرازيل تنتج البن، والصين تنتج الفحم. عندما كان دورنا في الإذاعة المدرسية عرضنا ما قمنا بتسجيله مع عمي سالم، فساد الصمت بين زملائنا التلاميذ وهم يستمعون للحديث باهتمام. وفي أثناء الفسحة جاء بعضهم ليسألونا عن المزيد من المعلومات التي عرفناها عن ساحل العاج، ثم أود أن تكرر المدرسة هذه الأنشطة التي تضيف إلى معلوماتنا الكثير وتجعلنا نتعاون.